هو اسمه حسن محمد سيد علي ابراهيم، هو بيعاني من مرض مزمن فشل كلوي، ومطلوب يتحط له دم فوري، درجه البتاء الانيميا عنده 4.5، فعايز كمان بتاع كده، وانا لو طولت اتبرع له بالكلى اتبرع له، انا ما عنديش كفاءه اصرف واجري بيه لان الحاله ما تسمحش. ابو ارزاق على باب الله بتاع بابو، انا ما ببيعش شويه خضار قدامنا في البيت، ما ببيعش شويه خضار، والحاله ما تسمح معانا بتاع حليب ولا اي حاجه، وقاعدين في اوضه تحت السلم، هي اللي جايبه له المرض وتعبه وسبب عياية الاوضه تحت السلم، والمجاري بتطفح فيها وسبب تعبه وعياية. فحد يشوف معايا ربنا بس يساعدني، اهم حاجه في اللي انا فيه. والحاله الماديه معايا ما فيش ان انا اصرف ولا اجيب له علاج ولا ان انا اجيب له الدم ولا اجيب له اي حاجه، وهو حالته تعبانه جدا، فهو عنده مرض مزمن يعني تعبان، والانيميا عنده محتاج دم باي طريقه عشان هو تعبان، ما يقدرش يتحرك ولا يروح ولا يرجع، تعبان، واحنا ما معناش فلوس ان حاله تسمح ان احنا نجيب له علاج ولا نجيب له اي حاجه ولا مصاريف، وبنجري دلوقتي وربنا المستعان معانا، وربنا يقوينا على اللي احنا فيه، بس احنا طالبين الرحمه، طالبين الرحمه وحد يقف يساعدنا، وربنا معانا، ربنا يبقى معانا ويطولنا برحمته. فاحنا بنتكلم في ربنا بس يعني يقف جنبنا كده ويقف معانا على الظروف اللي احنا فيها. انا لما عندي كفاءه اجيب علاج ولا مصاريف ولا اي حاجه، وببيع شويه خضار قدامنا في البيت، وابوه مريض برضو، ابوه صاحب مرض ما يقدرش يشتغل، ارزاقي على باب الله، يوم فيه وعشرة لما بيجي له شغل، ومعايا 4 عيال اصرف على ده ولا اصرف على ده، ومعايا 3 في التعليم، واحد معاه زرعه، واتنين لسه اطفال يعني بصرف عليهم برضو، هلحق على عيا ابني ولا لحق على ده ولا على ده؟ وده طبعا تعبان قوي قوي قوي، ربنا وياه، صدره تعبان وكليتين تعبين عنده، وعنده موضوع الغدد برضو بجري فيها في الموال، ده تعبان قوي، فربنا معاه. وانا عايزه بس تبصلنا بعين الرحمه، صرقفه في حالتنا، اي حتى مساعده اللي يقدر على حاجه يساعدنا بيها يساعدنا، عشان بس العيل ده بس يعيش حتى، ونديله حتى الامل. ربنا يبارك لكم.